السلام عليكم، هلا والله شباب، كيف حالكم؟ اخوكم رياء اسم، جيناكم مقطع جديد لعبه تحدي الرسم، لكن في شيء ما يعرفون عنه الشات حاليا. انا قاعد اسوي بث مباشر، راح نلعب مع الشباب اللي ما يعرفون عنه ان هذه الحلقه وهذا المقطع راح نمسك ثيم معين، يعني ما راح نخليه عشوائيه، مره نشطح علب مويه مثلا جماد، مره نروح يوتيوبرز، لا، هالمره عندنا ثيم. الثيم هو شخصيات انمي، تمام يا جماعه؟ راح نلعب شخصيات انمي. فقبل ما المقطع هذا حط لايك، اذا ما حطيت لايك واشترك القناه واشترك، واكتب لنا بالكومنتات، اكتب لنا بالكومنتات الان وش افضل شخصيه انمي مرت عليك، اكتبها بالكومنتات اليوتيوب. حلو، الشات كلهم حبيت لعبتي، زهلني، يلا يلا بسم الله. طيب من الحين كل الشات من الحين اسامي شخصيات، بالله شيكو، بالله اديتر زوم ان على الكلوة، لوفي، جون، كلهم قاعد يكتبوا شخصيات. عشان كذا بنجيب شخصيات صعبة، نبدأ نجيب شخصيات، تمام يا جماعة؟ اوه هذا حلو 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 حلو، خلاص هذه برسم هذه اوكي شباب. رويستر لازم تجيبون على نفس السبيلينج بالعربي، عاد انت حظك. بسم الله الرحمن الرحيم، خلونا نرسم الشخصية هذه، وركزوا يا جماعة، هذه الشخصية لها أكثر من إن يعني أكثر من مرة معضل مرة مو معضل، فعاد بسم الله خلونا نرسم الشخصية. جبت شخصية شوية صعبة، مو ما جبت لكم لوفي ولا ناروتو ولا جون، لا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، خلونا نشوف مين اللي بيجيب. وات؟ شلون؟ ما مداني. طيب ما مداني، يا الله يا دشات أول مايت، ما مداني يا شباب والله ما جاء أسامة. Oh my god. طيب يا شخصية ثانية، والله بنجيب لكم شيء مرة صعب. أجل، فأنا بحط سبيلينج نفس اللي موجود عندي بجوجل، يعني القاف جيم والجيم قاف، وما أدري عاد، أنا قاعد أسهل لكم بعد، يقطع أم الغبنة. يلا بسم الله، أنا عارف إن فينا واحد بيجيب الحين، والله إني عارف. بسم الله، الشعر هو اللي بيبين، جابها اسمي ريان. عرفته جوكو، بس مو بالغين ولا بالجي ولا بالقاف، بالجيم، جوكو، اكتبه بجوجل كذا. طيب شباب وش ذا، والله انتم مره اوتاكو. طبعا في البدايه حاب اقول هادي، بالله ركز على هذه العباره، الانمي كله عمنا، ما في شيء، ون بيس، ناروتو، كلهم، كل الانمي عمي وعمك انت بعد. طيب وش الحل الحين شباب؟ ابغى اجيب انمي صعب مره، شخصيات انمي غير معروفه، انا بكتب كذا. والله تحداكم تجيبونه ذا، انا ناسيه، انا متابع الانمي وناسيه. والله صعب، اتوقع ان احد بيجيبه، اجيبه مره 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 صعب، يعني ما هو اساسي في الانمي هذا، يعتبر الظاهر انه اساسي، والله انا تابعت الانمي، بس خلونا نشوف يا جماعة هل هو بيجيبها ولا لا. طيب بكتب اسمه هنا، ظهرنا أساسي بس إني ناسيه. بسم الله خلونا نبدأ. عاد أنتم يعني سلكوا شوي لأن الوضع شوية صعب. أوكي حلو، اللحين ما حد جابه، كويس. طيب في شيء بيبين اللي هو أنه يلبس، والله أنها صعبة الصدق. لا صعبة، وش ذا ريال. اوكي والله صعب، ما اتوقع حد جاب. لا ما هو اساسي، والله صعب مره، انا ما يعني مره اعذركم اذا ما جبتوها صراحه، يمكن بعضكم ما يعرفها بعد. هذا تيشيرت الحين، قال لنا تيشيرت يلبس اخضر كذا. لا صعب، ما اتوقع انكم تجيبونه. يبدا بشو كذا، شو واوين في، والله جابها صح عليه، اثير جابتها، شو تاكر، تعرفونه في انمي فول ميتال الكيمست. والله انا ناسيه صراحه، انا متابع فول ميتال لكن مره ناسيه، ما حد يعرف الامه. والله شكرا حبيبي. طيب هذا برضو مو مشهور، كويس، انا كتبت غير مشهور فطلع لي واحد غير مشهور، اتوقع اغلبكم بينجر الحين. ابغى اسمه الاول بس، تمام، اتوقع في كثير منكم راح ينجر الان، بينجر بالاسم ويتوقع انه شيء لكنه هو شيء ثاني. طيب خلينا نرسم الشعر اول. يا سلام يا ريان، ارسم مانجا يا اخي، ما شاء الله، الله يسعدك يا ريان، اسطوره، اقسم بالله اسطوره. اتوقع بعضكم الحين انجر، هذا وجه ترى الحين، انت ما ادري اذا عرفتوا ان هذا وجه ولا لا. طيب وشيك لي على، ايوه قربوا، في ناس قربوا. لا وش قاعد تسوي ريان؟ عطنا ايوه ها ها ها، في ناس انجروا، ها 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 ها، في ناس انجروا، ها 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 ها، في ناس انجروا. الله انا اثير مره ثانيه، ختم ام الانمي ذي، انا رسمت الشعر، والله ان الشعر خرافي. اللي بعده هذه برضو سهله، ابغى الاسم كامل. طيب جاهزين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نبدا بالشعر كالعاده، هو شعر لانه هو الاساس. يا رب ما حتجيبها، ابغى ارسم الاشياء الاساسيه. مره 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 قربت، الحين بيجيبها واحد، ايزي يا جماعه. الله عليك،
تيكاي جابها انيا فورجر. بالله كيف الشعر اللي يتابع الانمي وش رايكم بالله؟ خلونا نروح اللي بعدها. احس الحين الموجودين كذا كل واحد يفرض نفسه، انا افضل منك بالانمي، انا افضل. عاد اللي ما يعرف انمي والله راح فيها مسكين. اتحداكم جماعه هذه صعبه مره 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 صعبه، يعني ترى ما بعرفها الا الاوتاكو تاكو، شخصيه طلعت يمكن مره او مرتين في الانمي. يلا بسم الله، الله يستر. بسم الله الرحمن الرحيم. وبنستين الله ياخذ بليزك يا يسر. يا اخي خلني ارسم يا اخي، حرام عليك. ميكاسا، شفتوا عشان كذا ما اقدر ارسم الشخصيات المعروفه، لوفي، ناروتو، ميكاسا، اروي، ما اقدر ارسم زي كذا، وقاعد احاول اضللكم شويه اقول ما طلعت الا مرتين في الانمي، بس ما اقدر ارسم شخصيات معروفه. يلا طيب نبدا نرسم اشياء تدل على الشخص نفسه. جابها ايس. نبغى شخصيات صعبه شوي. طيب هذه خلينا نشوفها. الاسم كامل يا جماعه، ها الاسم كامل عشان يصعب الموضوع. بنحاول نخلي بدون همزة، بدون مد، بدون شدة، بدون أي شيء. قول لي لا لا، هذه أتحداك مو مشهورة مرة، كل وجههم كذا دي. كذا يلا شعر، أهم شيء شعر. أهلين آخر شيء جبت العيد، اسمع عليه، بس أنتم فهمتوا الموضوع، فهمتوا القذايل هذه صعبة ترى، حتى الأنمي أنا صراحة ما تابعته ولا أعرفه، بس أوكي. أهلين سأل عشان خليها من جد انمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اثير، يا اخي شلون تعرف اثير دي؟ شلون نينا اينشتاين؟ اصلا واضح من الشعر اينشتاين او رقية. تعرفونها؟ انا والله ما اعرفها. من انمي كود جيسز. والله ما احد يعرفها الا اثير وامها، بس ام هذه رقية. لا يمكن، معليش عشان ما حد يزعل، لا يا حرام عليك، يمكن تعرفوها انا ما اعرفها والله. اوكي حلو، يلا بسم الله. اوكي ليتس جو يا جماعه. بسم الله، انا اول شيء برسم الحدود. اوكي الحدود، بس هذه الحدود يا جماعه، حدود شعره، هذه الحدود مو لون شعره. كنتم تخيلوا زي كذا يعني. اوكي حلوين، بعدين حط وجهه. الو حلوين، بعدين العيون. السلام، العيون من تحت لهذه. يا السلام طالع احول شوي، بس ما عليه. نعتذر يعني للكاتب والمؤلف. اصبر يا اخي، خلني الون، حرام عليك. ابغى الون الشعر ابيض، بعدين اجركم تقول كلوة، اقول لا مو بكلوة. طلع نير اللي في ديث نوت، هذا مره سهل مره. عاد اللي ما يعرفه مشكله، مره سهل. بسم الله سهل مره. احس حتى ما راح ارسم الوجه. يا رب منك تعينه. قاعد استعجل مرة. بس خلاص سايتاما جابة فود، بس كذا واحد كذا وجه أصلع بدون أي شيء، ما في أي تفاصيل، أسهل شيء في الحياة. يا الله، في فرق بين سايتاما وفي سايتاما، فواحد منكم أكيد كلج في هذا الشيء يعني. عاد أنا أكثر الناس يكتبون سايتاما كذا. طيب كتبت أبو عابد، أنا ما قلنا شيء أبو عابد. طيب سايتاما والشباب كتبوا أبو عابد، أنا ما ندخل. طيب يلا يا رب. بسم الله، طبعا برضو ايزي بيزي مرة. الله عندي احساس واحد بيجيبها الحين. خلوني اكمل الرسمة وخذ راحتكم بعدها. تكفون انا ما ظنتي، بس اوكي. والله ما اقدر، والله تشبر، ما اقدر ارسمها. صعبة مرة صعبة بسرعة. الشباب يجيبونها يعني، الشخصيات السريعة زي كذا ما تقدر، خلاص تحد يعني سهلة بيجيبونها بسرعة. طيب انا ما راح الون الشعر عشان ما تعرفون منهم لين نخلص. طيب احلى شيء ان كل انمي كذا شعورهم، فحلو. انا واحد صاقع كهرب، اسمع عليه. اوكي والسلام يا ريان، ابداع. اهلين رقبه، عاد لابس كذا هودي وشغل عادي. اوكي تكفون خلوني ارسم، تكفون يرحم والديكم. تكفون اصبر، ايش سويت انا بعد؟ ابغى ارسم، ابغى اتفنن. تكفون يلا ياخذ بليزك، ابغى اتفنن خلاص، خلنا نتفنن فوق، خلنا نكمل الشعر. انا متوتر وانا قاعد ارسم لاني عارف انك بتجيبونها اول ما الون الشعر. ما لونت الشعر. اي تدوري ما قدرت الون شعره وردي وارسم البشره والهودي، ما اقدر. اوكي يلا برسم شيء بيوضح كل شيء، اتوقع واضح الحين، كل الناس بيعرفونها الحين واضحه وصريحه. شوف يوم بغيتكم تجيبونها بسرعه ما جبتوها بسرعه. كمان جايز، كفو. نيزوكو هذه اللي عضتها فمها عشان ما تعض. طيب اوكي يلا بسم الله.
يلا بسم الله يبين من ربطه اعتقد لاني انا شفت اول 20 حلقه او لا مو شو اول 20 اول تقريبا 5 حلقات و يعني بس اتوقع المتابعين حافظين يعرفون ان الانمي هذا انا ما احبه لانه صراخ. انمي بلاك كلوفر شخصيه استا مدري استا. اوكي يلا بسم الله اتوقع واضحه وصريحه الحين مره 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 حتى ما راح اكمل الوجه. شلون نوف مطيري ما مداني ارسم الدقن فكه ما مداني ارسم فكه هيسوكا ايش فيه ايش فيه ايش فيه ايش فيه هي اخذت المركز الاول حتى يا ساتر اخر اقتراح خذ المركز الاول فرق بسيط على اي 7 يا الهي. اي 7 كان مبسوط جايب النقطه بسرعه من زمان جت نوف مطيري خربت عليه كل شيء مره ثانيه يا شباب بس بنحاول نجيب شخصيات اصعب نفس الفكره. طيب يلا اوكي بسم الله أنا عندي إحساس أرسم العين وأتوقع أنكم تجيبونها بسرعة. العين واضحة طلع الإعلان في نص الرسم الله يأخذ أم الإعلان وأخر مام طلع الإعلان في الجوال مام داني أرسم أكمل العين. طيب يقطع أم الغبنة شلون عرفت من رسمة العين أنها ميريوم شلون أنت توضح والله أنا أوضح أحاول مرة أسكت وأنتم حاولوا تجيبونها. يلا بسم الله ما راح اوضح ابرسم وبس انا في ناس يقولون في ناس يقولون انت توضح طيب انا ما راح اوضح يلا بسم الله. المفروض ان هنا في هذا تخيلوا ان هذا الابيض بس هيدروكي جابها ما وضحت ولا شيء جابها. طيب شوفوا يا رب ما تجيبونه يا رب ما راح اعلمكم حتى انا وش قاعد ارسم بالضبط. يمكن قاعد ارسم شراب لابس شراب الرجال يمكن والله ان جبتوها. اصبر تكفون علي شوي بس اوكي بسرعه تكفى بسرعه وراه راس صغير مره سهله عاد ما جبتوها الله انها سهله جابها محمد جابها هانزو من انمي هنتر هنتر. شوف هذا الوشاح اللي حطه هنا الاحمر كيف يس اخيرا شيء صعب شوي. انا بحاول اني انبش كذا في الانميات وسط الانميات ناس كذا ما جو الا ارك واحد بس عز الله ما حد فلح قاعدين تفلحون. هنا المصيبه انكم تفلحون ما شاء الله. اوف دي مره صعبه يا شيخ اتحداك انتوا يا تجيبونها اتحداك يا اخي يا الله ما تنجرون انت هلوي يا ربي يلا هذا يعني كيف اقول لكم. طيب الحين رسمنا الوجه ابغى ارسم الشعر بحاول اني اخليه بالطريقه هذه. عندي احساس واحد بيجيبه فجاه الحين تقريبا كذا اللي بيفضحه هو هذا الشيء. دقيقه هذا الشيء وي طيب واللي بيفضح زياده هنا شعر بس جابها يوسف من انمي دكتور ستون سينكو. بحط هنا اخضر شوي اخضر لان الشعر حقه طالع رمادي وتحت اخضر شوي حاطه مدرج ورايح. وش ذا والله تحداكم تعرفونه ذا اتحداكم والله يمكن في ناس يعرفونه هذا مو صدق هذا اسمه الاول بس اسمه الثنائي يلا عشان تكون مره صعبه والله احسه صعب صراحه. لا الحين ما اكذب عليكم والله احسه صعب. حلوين لا فن ابداع يا ريان ما شاء الله عليك. الا خلي الرسمه حلوه يا اخي الله يا اخي بليز خليها حلوه تكفى عشاني يرحم والدك. ما انت شلون جبته انا قاعد اخبص في الرسمه توني راسم الجاكيت حقه البني وبرسم هذه الهاينك اللي حاطها سوداء ببدا ارسم وجهه وشعره بحط يده كذا. شلون يا اخي شلون عرفتوه يوهان مو جوهان عاد مكتوب عندي بجوجل جوهان برسل لك رابط الموقع راح طاق مع راعي المقاله هذه اللي حاطها يوهان. والله انا توني ادري عنه من انمي وش اسمه مونستر جوهان ايه بالانجليزي مكتوب جوهان فهو ترجمها جوهان اصلا فرو يوهان ليبرت اثر معروف وانا ما اعرفه. طيب يلا اللون بيفضح خلاص اللون فضح عشان كذا قاعد ارسم بسرعه جابها ام كيو عشان ما يزعلون حقين ناروتو ليش ما رسمتنا ناروتو عمك. اوكي بجيب شيء صعب شوي عاد لا صدق هذا شوي صعب ان شاء الله انه صعب والله خوف كل ما اقول صعب تعرفونه ما شاء الله. ليش غبنا والله طفرت شخصيات كل ما اجيب شخصيه كويسه تعرفونها بسرعه واذا ما جبت شخصيه كويسه بطول على ما احصلها انا ما ادري ايش قاعد اقول. طيب اوكي يلا هذا الشعر بعد بيفضح شوف
اذا ما فضح اذا شعر ما فضح هذا في شيء ثاني بيفضح بعلمكم عنه بعد ما اخلص. طيب انت مسلك الشعر بعدين الوجه. انا قاعد ارسم صور وش ذا دقيقه معلش هنا على اساس هذا مو بهانة معلش يا ربي اجابه محمد كروكو. اوه اوكي يلا اوكي عندي احساس واحد يجيبه بسرعه مشي الحال بس جابها والله ما ادري كيف جابها. نوف من هنتر اخر رسمه يلا ختامها مسك ليتس جو. طيب ما شاء الله تبارك الرحمن ايوه حلوين تمام بعدين شوف الحين بيجيبونها يا سلام بس ما مداني حتى اسوي شعر ليان كايتو ختام وهامس ما شاء الله تبارك الرحمن الشات سريع ان شاء الله بسطت المقطع هذا عجبكم تقصروا معنا باللايكات اذا تبغون تتابعون بثوثنا راح تحصلون اوراق ديسكريبشن نراكم على خير ان شاء الله مع السلامه.